السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل من تطبيق 6 دال قوة العدسة، 10 متقدم منهج دولة الإمارات العربية المتحدة للعام 2015-2016. تذكر دائما: من جد وجد، ومن زرع حصد، ومن سار على الدرب وصل، ومن طلب العلا ساهرة الليالي. يضع حمد عدسة مجمعة قوتها 4 ديوبتر على بعد 40 من مرآة مجمعة بعدها البؤري 15 سنتيمتر، ثم يضع أمام العدسة وعلى بعد 50 سنتيمتر منها جسما طوله 10 سنتيمتر. ما بعد الصورة النهائية عن المرآة؟ ما صفات الصورة النهائية؟ إذن بنرسم رسم توضيحي. المحور الأساسي: المرآة المجمعة، العدسة المجمعة، بؤرة المرآة، الجسم، البعد بين العدسة والمرآة 40 سنتيمتر، البعد البؤري للمرآة 15 سنتيمتر، بعد الجسم عن العدسة 50 سنتيمتر. من قوة العدسة نحسب بعدها البؤري. أنت بتعرف أن قوة العدسة تساوي مقلوب البعد البؤري، إذن البعد البؤري يساوي مقلوب قوة العدسة. F تساوي 1/P وتساوي 1/4 ديوبتر وتساوي 0.25 متر وتساوي 25 سنتيمتر البعد البؤري للعدسة. حطيناها على الرسم. لاحظ 25 + 15 بتعطيك 40. هذا بنستنتج من ذلك أن البؤرة، هذه البؤرة هي للمرأة وللعدسة. لحساب بعد الصورة النهائية عن المرأة نرسم صورة الجسم. نأخذ شعاعا من الجسم موازيا للمحور الأساسي يسقط على العدسة مارا من بؤرتها، وامتداده يكون داخل المرأة. نأخذ شعاعا آخر مارا من بؤرة العدسة ينكسر موازيا لمحورها الأساسي، امتداده حيكون داخل المرآة. يتكون صورة للجسم خلف المرآة. إذن الصورة هذه هي صورة الجسم بالنسبة للعدسة، وهي ستكون جسم بالنسبة للمرآة. المرآة يسقط عليها شعاعين، شعاع الأزرق مار من بؤرتها سينعكس موازيا للمحور الأساسي ساقطا على العدسة، سينكسر من العدسة مارا من بؤرتها. الشعاع الأحمر انكسر من العدسة وسقط على المرآة موازيا محورها الأساسي، سينعكس عن المرآة مرا من بؤرتها، ثم يسقط على العدسة مرة ثانية وينكسر في العدسة موازيا لمحورها الأساسي. الشعاعين المنكسرين عن العدسة يتلاقيان في نقطة، النقطة هي بتكون صورة الجسم. إذن رقم 1 هو الجسم، ورقم 2 هو صورة الجسم بواسطة العدسة، 3 هو صورة الجسم بواسطة المرآة، و4 هي صورة الجسم النهائية. بنحسب هلأ 2 هي صورة الجسم بالعدسة، نحسب بعده عن العدسة، منطبق معادلة المرايا والعدسات. 1/F تساوي 1/D0 زائد 1/DI، المطلوب DI. 1/25 - 1/50 تساوي 1/DI. الكسرين الأولين قيمتهم 1/50 تساوي 1/DI، DI تساوي 50 سنتيمتر. إذن بعد الصورة رقم 2 عن العدسة هي 50 سنتيمتر. هلأ الصورة 2 بتكون جسم بالنسبة للمرأة، حيث يتشكل صورة له هي رقم 3. نطبق على رقم 3 المعادلة العامة للمرأة، 1/F تساوي 1/D0 زائد 1/DI. 1/15 - 1/50 - 40 اللي هي D0. البعد هذا اللي لونته بالأخضر حيكون مقداره 10.
هو عبارة عن 50 اللي هي هذه هي 50 من ناقص منها 20 40 اللي هي هذه، تطلع عنا دي 3 اللي هي بعد الصورة رقم 3 عن المرأة. دي 1 3 تساوي 6 سنتيمتر بعد الصورة 3 عن المرأة. الصورة رقم 3 بتكون جسم بالنسبة للعدسة حيث يتشكل صورة لها هي رقم 4. نطبق المعادلة العامة للمرايا والعدسات، 1/25 اللي هي 25 بعد البؤري للعدسة سالب 1/40 سالب 6 وتساوي 1/dI 4. عم نحسب نحن المسافة اللي لونتها بالأخضر، لذلك قلنا 40 ناقص 6. dI 4 تساوي 94.4 سنتيمتر، هي ماذا؟ بعد الصورة النهائية عن العدسة. المطلوب هو ما بعد الصورة النهائية عن المرآة. المسافة ما بين العدسة والمرآة 40، والمسافة ما بين الصورة النهائية والعدسة 94.4. إذن بعد الصورة النهائية عن المرآة تساوي 94.4 زائد 40 بتساوي 134.4 سنتيمتر. طلب ما صفات الصورة النهائية؟ شايفة من الرسم قائمة مكبرة ناتجة من تلاقي شعاعين منكسرين، إذن صورة حقيقية مكبرة وقائمة. وفي أمان الله.